المشاركه ديالنا في اليوم الدراسي المنظم من طرف اللجنه الموضوعاتيه بمجلس المستشارين الخاصه بالاعاقه هي واحد اول شيء مبادره كنسجلوها بارتياح كائتلاف الجنوب للنهوض بحقوق الاشخاص ذوي اعاقه باعتبار بحال هذه المناسبات فرصه للترافع عن قرب من داخل المؤسسات المقرره داخل البلاد بطبيعه الحال المؤسسه التشريعيه هي في القلب من 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 هذه المؤسسات واللي بطبيعه الحال مشاركتنا تدخل في اطار تجويد المقتضيات القانونيه اللي ممكن تعم هذه الجهه. ونذكر في هذا المقام هذا لانه ائتلاف الجنوب للنهوض بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه هو واحد الهيئه مدنيه كتضم مجموعه من الجمعيات العامله في مجال الاعاقه في جهه العيون الساقيه الحمراء وايضا الداخله واد الذهب. وهذا المجال الترابي بطبيعه الحال معروف على انه وطنيا هو من اعلى النسب حيث يتواجد المعاقون او الاشخاص ذوي الاعاقه عفوا بحسب الاحصاء الوطني للاعاقه اللي كان في 2014. وهذا كيطرحنا امام مجموعه من الاكراهات ديال الحاجه لتوفير يعني جميع الحقوق اللازمه للاشخاص ذوي الاعاقه في هذا المجال هذا. ونبغي ننوه ايضا على انه الاشخاص ذوي الاعاقه هي قضيه ليست قضيه ديال هذه الاشخاص فقط، هي قضيه مجتمعيه وقضيه مؤسساتيه نظرا لان كل اسر في المغرب ككل على انها عندها تماس ما تقاطع ما مع هذه الظاهره بتواجد احد الاشخاص او احد يعني اللي في المحيط عندهم علاقه بهذا الموضوع هذا. كيف قلت على انه المشاركه في هذا اليوم هذا كنا عبرنا من خلالها على مدى انشغالنا مجموعه من الاكراهات على المستوى الجهوي والوطني ايضا من قبيل على انه المستوى الوطني في قضايا التشريع على انه تناثر او تشتت مجموعه هذه القوانين اللي موجهه للاشخاص ذوي الاعاقه في مجموعه من القطاعات، بالتالي لابد من تجميع هاد القضايا وهاد عفوا هاد القوانين هذه وهاد المقتضيات في اطار كتيب او مدونه او اي دليل عنده علاقه بهذا الموضوع هذا. مسألة ثانية كنا سجلنا مع مجموعة من النشطاء في هذا المجال هذا في هذا اليوم الدراسي عدم قيام الحكومة ولا البرلمان أيضا باستكمال الترسانة القانونية الخاصة باتفاق بالقانون الإطار الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا على أنه كاين ست قوانين تنظيمية وتطبيقية اللي يفترض على انها تنز اللي غتساعد في تنزيل هذا البرنامج هذا لحد الساعه بعد كم من سنه ما تنزلت، وبالتالي خلى هذه القوانين هذه يمكن نقولوا هي تعبير عن النوايا الحسنه اكثر منها مثلا اجراءات سياسيه او برامج حقيقيه دامجه او مندمجه اللي يمكن تنعكس على فعليه التمتع بالحقوق لدى هذه الفئه هذه. مساله اخرى هي مساله المؤسساتيه يعني مساله ديال ضروره وجود هي وطنية بأذرع جهوية اللي تعنى بقضية الإعاقة. كي كتعرفوا أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعني هما في مديرية تابعين مديرية التعاون الوطني هي اللي طبعا أيضا إحدى مديريات وزارة الإدماج الاجتماعي والأسرة والتضامن، وكتعرفوا أن هذا الإطار الوزاري يعني مثقل بمجموعة من القضايا الفئوية اللي تذوب وسطها قضية الإعاقة. بطبيعة الحال نحن يعني نهتم أيضا بالقضايا ديال الأسرة كيف ما كان نوعها أو الطفولة أو المرأة وما إلى ذلك، ولكن كنشوفوا أيضا قضية الإعاقة يجب أن يعني تحظى بالأولوية اللازمة. جهويا سجلنا في حتى يعني نمشي مباشرة يعني الهواجس الجهوية اللي عندها علاقة بالإعاقة بالخصوص هي الفاعل الترابي لازال يعني ما أعطى ذاك يعني اللي يفترض على أنه يقدم في هذا الشأن المجالس الترابية يعني سواء المجالس الجهات أو الأقاليم أو حتى المجالس الحضارية أو القروية على كل حال في تقاطعها مع هذه القضية هذه هناك لازال يعني مجموعة من الملفات أو مجموعة من النقائص اللي يمكن الاشتغال عليها ويمكن تداركها ويمكن أيضا تقلص هذه الفجوة اللي كنا تكلمنا عنها بين ما هو قانوني اللي كترسانة قانونية ودستورية اللي مصادق المغرب على أغلب يعني الاتفاقات الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع هذا وانعكاس ذلك على الواقع المعيش ديال 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 الشخص في وضعية إعاقة. هذا ما يمكنش يكون إلا بمساعدة ديال المجالس الترابية بتقاطع مع العمل ديال الحكومة بطبيعة الحال والمؤسسات الإدارية اللازمة. وهنا نبغي أيضا ننوه على أنه كاين أيضا عندنا خصاص
في تعاطي وزارة الصحة بالخصوص مع الإكراهات اللي كتمس الأشخاص ذوي الإعاقة. أنا أتفق على أنه العرض الصحي في العيون يعني إلى حد ما أو حتى في الداخلة إلى حد ما لا يرقى المستوى التطلعات أو الاحتياجات. هناك عمل طبيعة الحال، ولكن الحجم الخصاص لا زال مهولا، وهذا ينعكس أيضا على 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 مسألة الولوج والسلاسة باش والتيسيرية للدخول أو الولوج للأشخاص ذوي الإعاقة للتطبيب أو المعالجة. أيضا في التعليم الدامج هناك أيضا مجموعة من الإكراهات بخصوص على أنه الاعتمادات المالية ما كتغطيش السنة كاملة بالنسبة للمراكز المعنية بهذا الشيء، وأيضا حتى شبكة الأجور أيضا فهي في الحد الأدنى وما كتعطي لذوك الأطر التربوية والأطر الإدارية اللي في هذه المراكز هذه على قلتها، ما كتعطيهمش التغطية الصحية اللي هذا اختيار ديال 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 الدولة على أنه الحماية الاجتماعية اللي يفترض على أنها تلمس جميع المواطنين.